دعت ماليزيا الأحد سلطات الدول المطلة على المحيط الهندي إلى الانتباه لوصول أي قطاع من حطام الطائرة الماليزية إلى شواطئها بعد العثور على جنيح عند سواحل جزيرة لاريونيو الأربعاء الماضي، والذي أكدت السلطات الماليزية أنه يعود إلى الطائرة المفقودة في آذار 2014. الحطام الذي عثر عليه سابقا تأكد أنه يعود لطائرة بوينغ 777، نعم هو جزء من البوينغ 777، لكنه لم يتم التحقق إن كان يعود للطائرة MH370. أريد أن أؤكد أن عملية التحقق من الحطام الذي عثر عليه سوف تكون الأربعاء. ونقل الجنيح إلى مختبر التحليل والتحقيق التابع لوزارة الدفاع الفرنسية بمدينة تولوز، حيث سيبدأ الأربعاء المقبل تحليل الجزء الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيو الفرنسية بحضور خبراء من ماليزيا وممثلين عن شركة بوينغ. وكان عناصر من الدرك الفرنسي عثروا على قطع حطام معدنية جديدة بطول 10 سنتيمترات وبعرض مماثل على شواطئ الجزيرة الفرنسية.